هنبتدي دلوقتي. أحب أعرفكم بنفسي، أنا كريم ضياء، سبلاي تشين كونسلتنت في سيمبيوس كونسلتنج. أنا بقالي 19 سنة اكسبيرينس في السبلاي تشين مانجمنت، اشتغلت في كذا بزنس سيكتور، اشتغلت في الأوتوموتيف، اشتغلت في الريتيل، اشتغلت في السيرفيسز، وسيرتيفايد من CIPM CISCM، ومعايا ماستر في الانترناشنال تريد لوجيستكس. طبعا بيشرفنا بالحضور النهارده المهندس احمد الديب، سي اي او اند اي ار بي بزنس كونسلتنت، والمهندس محمد يوسف، اي ار بي بزنس ديفلوبر. طبعا الموضوع النهارده، طبعا دور اي ار بي سيستم في السبلاي تشين مانجمنت، وازاي الشركات بتحتاج او بتبقى محتاجه سيستم تبقى تشوف بيه وتدير بيها اداره السبلاي تشين. اول حاجه هنتكلم ايه هو الاي ار بي سيستم اساسا، ايه دوره، ايه الفرق ما بين الاي ار بي سيستم ده والاي ار بي سيستم ده، ليه الشركات بتحتاج اي ار بي سيستم، طبعا من ناحية التكنيكالي ومن ناحية البيزنس. المهندس محمد يوسف هيبتدي معانا، وبعد كده المهندس احمد. طبعا يعني الناس الانترستد في السيستم والاي ار بي سيستم هيبقوا يعني انترستد قوي في السيشن دي او الويبينار ده، وان شاء الله كلنا هنستفيد. مستر مهندس محمد هيبتدي معانا دلوقتي، اتفضل. يا مستر كريم ازيك، اتشرفت بيك ومبسوط جدا لدعوه سيمبيوس لينا النهارده، اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن دور الاي ار بي في عمليه السبلاي تشين بشكل عام. هيبقى معانا جزء تكنيكال شويه هيتكلم عنه احمد الديب. طيب في البداية، ايه هي الرول بتاعت الـ ERP في إدارة الـ Supply Chain، والفرق ما بين الـ ERP والـ Single Purpose Software أو الـ Software اللي بيدير عملية واحدة من عمليات الشركات؟ الـ ERP هو نوع من أنواع الـ Software اللي بيتيح للمؤسسات إدارة كل الـ Activity اليومية بتاعتها، زي الحسابات والمشتريات وإدارة المشروعات وكل ما يخص الـ Supply Chain. الـ ERP بيقدر يربط كل العمليات اللي بتتم جوه البيزنس بتاعنا ببعض، وبيعمل إمكانية لتدفق البيانات بين كل الإدارات، وده بيبقى من خلال جمع كل البيانات والعمليات المشتركة للمؤسسة من كل المصادر في مكان واحد. أكبر ميزة من مزايا الـ ERP إن هو بيقضي تماماً على تكرار البيانات، وبيوفر الوقت في إدخال المعلومات للسيستم. بيوفر كمان تكامل البيانات مع مصدر واحد عشان نقدر نعمل تحليل للبيانات ومتابعة واتخاذ قرارات سليمة. الفرق بين استخدام ERP واستخدام Single Purpose Software أو Software بيدير عملية واحدة من عمليات الشركة، زي ما يكون عندي برنامج لإدارة المخازن وبعمل طلبات الشراء عن طريق مثلا تمبلت على الإكسل، وفي نفس الوقت عندي برنامج ثالث بدير بيه عملية الحسابات. كمية الوقت اللي بيضيع عشان أعمل مدخلات للبيانات في عملية واحدة اللي هي عملية شراء منتج، أنا كده هضطر أدخل البيانات 3 مرات، فده بيخلي عملية الشراء بتاخد وقت كبير، واحتمالية فقد الداتا أو إنها تدخل بشكل غلط في واحدة من العمليات بيبقى برضو كبير جداً. تاني مشكلة إن لو موظف واحد في السايكل دي ما عملش دوره أو كان أجازة أو فده هيخلي العملية كلها تقف وهيعطل مسار العمل بشكل كبير. أما لو إحنا بنستخدم ERP فمن مميزاته إنه بيربط كل الإدارات ببعضها، وده بيخلي عملية إدخال البيانات بتتم مرة واحدة في عملية شراء مثلا، فأنا بقدر أعمل PO، الPO ده أوتوماتيك بيسمع بإذن استلام في المخازن، وانس إن أنا استلمت بقدر بزرار واحد اكريت فيندور بيل، فده كده عمل استحقاق في الحسابات، فانا كل السايكل بتاعه الشراء تمت سموزلي وفي اقل وقت ينفع تتم فيه.
الـ ERP بيقدر يدير كل عمليات الشركة في كل الإدارات ويقدر يربطها ببعض زي ما احنا شايفين كده في الفلوت شارت اللي قدام. واضح في الفلوت شارت ده كل إدارات الشركات تقريبا، فنقدر أستخدم الـ ERP من أول ما بيبقى عندي ليدز في الـ CRM اللي من خلالها بيتم البري سيلز، بيتم عمليات ان هو يبعت اوفرز للعملاء او يكونتاكت العملاء، يسكديول معاهم ميتينجز، يعمل كولز. كل الاكتيفيتيز دي بنقدر نعمل لها ريكوردنج على السيستم لغايه لما بتوصل ان هي تبقى كوتيشن، توصل ان هي سيلز اوردر. لو قلنا مثلا ان احنا كمصنع بنشتغل ميك تو اوردر، فانا وانس ان بقى عندي اوردر فبيقدر يخش في العمليه بتاعت التصنيع، سواء الماتيريال موجودة عندي فبقدر أسحبها من المخزن، لو مش موجودة فبعمل لها إذن شراء أو أمر شراء اللي أوتوماتيكلي بيسمى عندي في الحسابات، وهكذا. كل السايكل بتاعة الشركة بقدر أديرها من مكان واحد. إزاي أختار الـ ERP المناسب ليا، وإزاي أعرف من ضمن كل العروض اللي حواليا دي أنهي ERP مناسب للعمليات بتاعتي ولشركتي؟ احنا دايما بننصح ان اي سوفت وير هنختاره لازم يبقى مغطي 5 نقاط رئيسيه. اول نقطه ان يكون فول انتجريتد، يعني بيربط كل الادارات ببعضها على الاقل يكون قابل لده. لو انت مش هتستخدمه في كل الادارات في اول فيز فلازم يكون بيقدر يلبي لك الانتجريشن اللي ما بين كل الادارات، لان انت ممكن تابجريد في فتره ما. تاني نقطة ان هو يكون full featured، يعني بيدعم كل الفيتشرز اللي ممكن تحتاجها حاليا او قدام. وفي النقطة دي انا بحب اكد على اهمية دراسة مشروع تطبيق ERP وتوقع الخطوات اللي ممكن تاخدها المؤسسة اللي انا شغال فيها قدام، وايه مدى احتمالية زيادة الانشطة او الادارات، وايه ممكن تكون الفيتشرز اللي هنحتاجها قدام. ده هيساعدنا في اختيار ERP يكمل معايا طول ما الشركة بتكبر. النقطة الثالثة ان هو يكون scalable علشان يساعد المؤسسه وهي بتتوسع وبتكبر، زي انه مثلا يقدر يستوعب حجم منتجات كبير، يستوعب عدد موظفين، عدد ادارات مختلفه، او عدد فروع للشركه بشكل اكبر. النقطه اللي بعد كده انه يكون سهل في التعامل وبسيط، يكون يوزر فريندلي، بحيث ان الموظف ما يتعطلش دايما وهو بيدور على معلومه، او يبقى سهل عليه يتوقع مكان المعلومه او الاكشن اللي محتاج يعمله على النظام، وده بيضمن سرعه العمليات. زي ما احنا شايفين لو انا بصيت على اول نقطتين اللي هو fully integrated وfull featured، فاقدر اقسم الـ ERP على حسب النيدز بتاعتي دلوقتي. يعني انا لو محتاج ان انا ادير بس بيه عملية التصنيع وعملية التخزين والمشتريات، فنقدر اعمل كده دلوقتي، هيبقى integrated مع بعض في الثلاث ادارات دول، وفي نفس الوقت scalable ان انا اقدر قدام اضيف عليه بقية الادارات بتاعت الشركة ويبقى الموضوع ماشي بشكل سموزلي جدا. فكرة ان هو يكون يوزر فريندلي وفي نفس الوقت بيوصلني للمعلومة بشكل سهل وبيدعم ريبورتنج دايناميكلي وبي اي، بحيث ان انا اقدر اعمل جرافس واقدر اوصل واقدر اشوف اداء المؤسسة بشكل افضل. آخر نقطة في الجزئية ديت وهي فكرة الـ ROI أو الـ Return on Investment. تطبيق برنامج الـ ERP في أي مؤسسة بيحملها تكلفة، ودي نقطة مهمة إنها يتم دراستها من البداية عشان نقدر نعرف التكاليف المختلفة اللي هتدفع في فترة التطبيق، زي تكلفة التطبيق، تراخيص استخدام الـ ERP السنوية مثلا، تكلفة عقود الدعم والصيانة، الهوستنج. كل التكاليف دي لازم أدرس هي هتعود على المؤسسة بنفع إمتى وشكله إيه. إن إحنا ننفذ مشروع ERP في المؤسسة بتاعتنا بيعتبر مشروع لازم يتم عمل دراسة جدوى ليه، علشان أقدر أعرف حجم التوفير المادي هيكون كام، وإمتى أقدر أوفر المجهود والوقت اللي بيتبذل علشان عملية السبلاي تشين تتم بشكل سليم. إحنا دايماً في NTS بنعمل في بداية المشروع ROI analysis علشان نوضح للعميل هو حاليا بيصرف كام، سواء أجور سواء systems already هو بيستخدمها، والبنفيت ان هو يستبدل ده كله بـ ERP هتبقى ايه.
النهاردة إحنا هنستخدم تول من نوع من أنواع الـ ERPs اسمه أودو، وهيكلمنا عنه باستفاضة المهندس أحمد الدين. تفضل يا أحمد. مهندس محمد، شكرا سيمبيوس على الويبينار الجميل ده. حابين النهارده نشارك الاكسبيرينس بتاعتنا في الاي ار بي، وخصوصا في تطبيق السبلاي تشين. دايما بنقابل تشالنجز كتير في اودو وتطبيق سوفت وير في اي بزنس، بسبب ان احنا بيبقى عندنا اكتر من مكان بناخد منه الداتا. الاي ار بي الكونسبت بتاعه الاساسي ان احنا بنعمل ماستر انفورميشنز لكل ديبارتمنت بتاعتنا في المؤسسه. فانا عندي الديبارتمنت زي السيلز، زي البرشيز، زي الانفنتوري، الورك هاوس، كل ده المفروض يبقى فولي انتجريتد مع بعض علشان يبقى عندي وان ريزلت وان ريبورت اقدر اعتمد عليه علشان ابني كل البلانز والتولز بتاعتي على الاي ار بي ده. النهارده هناخد اكزامبل من الاي ار بي كتول. في عندنا اودو. اودو هو اي ار بي سوفت وير بيقدم لي سوليوشنز بالكامل الخاص بالمودلز تبع الاي ار بي. احنا بنتكلم النهارده ان احنا معانا تول. التول دي هي ما الا وسيله هتساعدني ان انا اطبق الكونسبت بتاع الاي ار بي. فالاي ار بي هو فولي انتجريتد سيستم مع بعض في ديفرنت ديبارتمنت بيعملوا انتجريشن مع بعض. بدايه اودو هو اوبن سورس ابلكيشن، يعني بنقدر نعمل عليه كاستمايزيشن وديفلوبمنت علشان نميت الريكويرمنت بتاعت البيزنس بتاعي. بيقدر يسيرف في اي اندستري، سواء هي سيرفيس اندستري او تريدنج او امبورتس، وات ايفر كان الكومباني اندستري، فبيقدر اودو ان هو يادبت مع البيزنس ده. اودو بيطبق في شركات كتير في مستوى العالم. فعندنا السايكل الخاص بالسي ار ام، الاي كوميرس والاكونتنج، وكل الجزء المتعلق بالفاينانس تولز، المانيفاكتشرنج والورك هاوس. وعندنا كمان بالنسبه للسيرفيس ديبارتمنتس عندنا المودلز الخاص بالبروجكت والتايم شيت، وبتنتجريت مع الفاينانس ومع السيلز موديول. ده احنا كده بنتكلم عن اودو. البوزيشننج بتاع اودو ان احنا عندنا 11 اوفيس موجود في مستوى العالم، وبيبقى في الميدل ايست التابع لدبي اوفيس. اودو بيكسباند كل سنه عن الثانيه. وصلنا لحد دلوقتي ان احنا وصلنا 7 مليون يوزر على مستوى العالم. وان تي اس هي بارتنر لاودو في مصر، واحنا الحمد لله ان احنا بقينا سوبر بارتنر، ومعانا كاستمر ليست ممتازة جدا، ونقدر نشير الكاستمر ليست بتاعتنا في نهاية الويبينار. عدد الموظفين بتاعت اودو حوالي 1100 موظف باختلاف الاوفيسز. بيبقى في عندي سكيتد برسنتير للجروس للاي ار بي نفسه على مستوى العالم، وتحديدا على مستوى اودو. اودو البوزيشن بتاعه مع الابلكيشنز الثانيه. فانا عندي اودو ده وان تول اوف اي ار بي، فعندي تولز كتير مختلفه جدا، وكل مؤسسه تقدر تطبق الاي ار بي المناسب معاها، مش شرط بس اودو. اودو بيقدم تولز كتير، وهو اكتر ما يخليه منافس للاي ار بي سيستمز الثانيه ان هو يوزر فريندلي وفول فيتشر. بمعنى ان انا ما بيبقاش عندي فيه فيتشر اساسيه الا ما بلاقيها اكزيست في اودو، لان عندنا تو ميني ابلكيشنز وسيرك ديبارتي ابلكيشنز تقدر تعمل انتجريت مع الابلكيشنز، وكمان اقدر انتجريت مع اي سوفت وير ثاني. فانا لو عندي سوفت وير زي اس اي بي، زي اوركل، زي مايكروسوفت داينامكس، ومحتاج ان انا اطبق اودو في سيكشنز واحد زي الاتش ار، فور اكزامبل هناخد كيس للاتش ار، فانا عندي البريكيورمنت والسايكل كلها بتاعتي بقدر ان انا اطبقها على السوفت وير بتاعي. فانا مش شرط ان انا اعمل ريبليسمنت للاي ار بي كله علشان اطبق وان سيكشنز في الديبارتمنتس بتاعتي. فاودو من المميزات بتاعته ان هو بيقدر يعمل انتجريت مع اي اذر سوفت وير، بلس كمان ان هو ادفانسد ليفل ان انا اقدر انتجريت مع الماشينز، بحيث ان انا المانيفاكتشرنج بتاعي اقدر ان انا اخد منه ريسبونس ميجرمنت اللي هو سواء هو اتوقف ولا لا، واعمل له انتجريت مع الاي ار بي بتاعي. كل اي ار بي من دول اللي موجودين معايا في البوزيشنز بيبقى فيه بزنس سكوب، فبيبقى شايف مثلا الهاي بزنس سكوب موجود في اس اي بي، في اوركل، وفي عندي اليوزر فريندلي. دايما السوفت وير دي بتبقى مركزه على الفانكشنز اكتر ما هي مركزه على اليوزر او الاند يوزر هو مستخدم السيستم ازاي.
اكيد كتير منا في سوفت وير من دول هو اشتغل عليهم. الانترفيس والانتراكت بيني وبين السوفت وير لازم يكون سهل، لازم ان انا اسهل على الموظف بتاعي ازاي يتعامل مع السوفت وير، مش بس ان هو يكون فيه في كل الفيتشرز بتاعتي، لازم يكون يوزر فريندلي، يقدر ياكسس على الداتا بحيث ان انا مش محتاج اديله هاي تريننج او هاي سيرتيفيكيت علشان يقدر يشتغل على السوفت وير. فانا عندي اودو بيجمع ما بين تو اكسس مين اكسس، بقدر اقول ان انا انا السيستم بتاعي قوي في الحته دي، ان هو فيه بزنس سكوب هاي بزنس سكوب، وعندي كمان اليوزر فريندلي ان هو هاي يوزر فريندلي، لان انا بعتمد على الكرافتس وبعتمد على الايكونز، فبيبقى الشكل عندي بسيط جدا. فده احنا كده اتكلمنا على البوزيشنكس. دي سم اوف ليست، سم اوف ليست من الكاستمر لاودو. دي الاودو بتقول ان احنا عندنا كل الكاستمر دي والريفرنسز، طبعا بيبقى فيه منها حاجات بتطبق اودو از اون سوليوشنز، وفي اللي هو فولي انتجريتد مع الابلكيشن ستاندرد. النهارده هنتكلم عن دور الاي ار بي في السبلاي تشين، فهنتكلم ايه المشاكل اللي انا ممكن اقابلها في السبلاي تشين وازاي الاي ار بي ممكن يساعدني. السبلاي تشين هي علشان اقول السايكل بتاعتي فهي اند تو اند سايكل، فانا لازم يكون عندي end circle بيحصل فيها كل البروسيس بتاعتي. فانا عندي من اول ما بانتر اكت مع الكاستمر واقدر اشوف الاوردر بتاع الكاستمر لحد ما اسلمه الاوردر ده. في internal process عندنا طبعا بيبقى في عندي shareholders بيبقوا محتاجين يشوفوا reports ومحتاج يشوف ال current inventory وال current stock وال traceability بتاعته ويشوف ال cash flow طبعا بتاعه. فانا عندي هنا الاداره تبع السيلز اند برودكت ديفلوبمنت علشان تحدد ايه السيلز بلان وايه هي السيلز بوليسي بتاعتي ويحدد البرايس ليست. عشان تقدر البروكيورمنت تبع البرشيزنج تقدر تكونتاكت مع سبلايرز، بيبقى عندي سبلاير ليست، وطبعا كل سبلاير بيبقى ليه الاس ال اي المعينه على حسب الدليفري تيرمز بتاعته وعلى حسب البيمنت تيرمز عشان احدد اي سبلاير هقدر ان انا انيكشيت معاه. باخد البرودكتس بيبدا يحصل مانيفاكتشرنج لو بيحصل تصنيع داخلي، او ان انا بقدر اخزن البضاعه بتاعتي على طول من غير ما انا اعمل تصنيع داخلي، ممكن اعمل تصنيع لدى الغير اللي هو السب كونتراكتنج، او ان انا عندي المصنع بتاعي بصنع لنفسي، او البرودكتس بتاعي مش محتاج تصنيع فببدا اخزنه على طول في الورك هاوس علشان استخدم اللوجيستكس بتاعتي وابدا سواء انترنال لوجيستكس او اذر كومبانيز بتعمل الفريت شيبنج والكورير كلها. بسلم الكاستمر، ودايما اي بزنس قادم قايم على ان هو يحقق ريفينيو، وكل ما كان يقابل كاستمر ساتسفاكشنز كل ما كانت السايكل بتاعتي 100% acting as a high level of acting. هنتكلم in deep في الفيتشرز الخاصه تبع اودو، واودو بيقدر يحقق لي ايه في السبلاي تشين. طبعا احنا بنتكلم عن اودو as a tool، فهي طول ما قيلها هتساعدني، مش هي اللي بتحقق 100% من الافيشنسي تبع المنظمة بتاعتي أو تبع الكامبني. فالتول دي نقدر نستخدمها في كل requirement بتاعتها ونقدر نديفلوب عليها على new features احنا محتاجينها. فدايماً بيبقى السيستم قايم على الـ human acting على السيستم، بمعنى ان انا عندي السيستم بيقول لي البلاننج بتاع الكودكس اللي هو مثلا انا حطيت البلاننج، هو السيستم مش هيقدر يبريدكت البلاننج او الكونت ستوك، هو بيست على ترانزاكشن، فلازم يبقى عندي مانوال انتري. فدايما اليوزر انتراكتنج مع السيستم لازم كلنا يبقى عندنا النوليدج اللي نقدر نتعامل بيها مع السيستم، سواء اودو سواء اي سوفت وير تاني. فكل ما كان التكنيكال باك جراوند كويسه كل ما ساعدتني ان انا اتخصص في المجال بتاعي واحقق افضل نتائج. فانا دلوقتي بنتكلم عن اودو، ليه انا ممكن افضل اودو في البزنس وممكن اختاره لاي شركه تطبق اودو؟ ليه ما بقولش مثلا ان احنا نروح لاي سوليوشن تاني؟ اودو في عندي كل القطاعات وبيقدر يطبقها في كل القطاعات، فانا بقدر اعمل انتجريشن مع اي سوفت وير، بقدر احقق الاوتوميشنز وتريجر رولز معينه بيزد على كونديشن محدده عندي في السيستم. بمعنى ان انا عايز اشوف الكاونت ستوك، مش محتاج ان انا ادخل على السيستم علشان اتريجر ببلنشمنت معين، فالسيستم لازم يبقى قادر يشوف الكاونت ستوك علشان يطلب البرودكت سواء من الفيندور او سواء هيعمل بي سبلاي من اذر ورك هاوس.
ان انا اقدر اتحكم في الداتا. فانا ميزه السوفت وير عامه اللي انا اقدر اشوف داتا. احنا دلوقتي في العصر اللي احنا بقينا فيه 2022 الداتا هي اقوى حاجه لاي منظمه موجوده، برضه جابني عليها اناليتكس علشان اخد الديسيشن المناسب. فالسوفت وير لازم يحقق لي الكونسبت ده، لازم اقدر اطلع منه بكيبوردز علشان اشوف هو ايه الكارنت ستوك وايه الفالويشن بتاع اللي موجود عندي. حركه اللوجيستكس هي ماشيه ولا فيها ديلاي علشان اقدر اعمل هايرنج للكمباني ثانيه. فنتكلم عن السبلاي تشين. السبلاي تشين علشان نحققها في اولو في عندنا المودلز الاساسيه الخاص بالانفنتوري مانجمنت، في عندي الورك هاوس، في عندي الاوردر مانجمنت دي خاص بالسيلز، وفي عندي كمان الريتيل اللوجيستكس والبريكويرمنت. كل السايكل دي لازم تكون مبنيه اساسا على بلاننج. بعمل بلاننج لكل الماتيريالز بتاعتي واقدر اشوفها هي ايه، هي حجم الستوك اللي موجود عندي. ان شاء الله احنا هنتكلم ان ديبس في كل التفاصيل. فلو خدت اول سوليوشن من السبلاي تشين اللي انا محتاج ان انا الاقيه عندي في الاي ار بي بتاعي، نتكلم عن الانفنتوري مانجمنت. طبعا الانفنتوري مانجمنت كل ما كان سيمبل كل ما كان مور افيشنسي. اودو بيبقى في عندي داشبورد خاص بكل المين اوبريشنز اللي موجود عندي في البيزنس. بقدر اشوف كل الانكومينج برودكتس، كل الانكومينج ترانزاكشنز، لو في عندي اي حركه انترنال ترانسفير، لو في حركات بيكس، وكل دي بيست على البيزنس ريكويرمنت. فما بيبقاش عندي في ستاتيك انفورميشنز، لا انا بيست على الاكتنج بتاع الشركه بتاعتي انا بقدر استلم كام حركه استلام. ممكن يكون عندي كواليتي اوديتس، فانا عندي كواليتي تشيك بوينت بعد ما بستقبل عندي المخزن، فبنعمل تقسيم لكل المخازن بتاعتنا علشان نقدر نشوف هي الترانزاكشنز بتاعتي بيحصلها ديليز في اي بوينت موجود عندي في السيستم. اللي انا اقدر تريجر واشوف لما بيحصل ديليز ايه اللي بيحصل عندي في ريسيفنج من الفيندرز. جايز عندي منطقه الاستلام عندي الكباستي بتاعها بيبقى في اوفرلودد، فانا لازم اعمل زون ثانيه اقدر استلم فيها. كل ده بيقدر يساعدني ان انا اشوف فين الديدلاينز اللي بتعدي الريسيت ديت. فانا لما باجي اتكلم عن الاودو از سوليوشنز فهو بيقدم لي مودرن ورك هاوس مانجمنت. فانا بقدر اشوف كل الاوبريشنز بتاعتي في وان داشبورد، بقدر اشوف ايه كل الريسيتس اللي المفروض تحصل، الدليفريز، الانترنال ترانسفير بين المخازن وبين بعض، علشان اشوف هي ايه الاوبريشنز كلها اللي بتاخد مني اكتر وقت. طبعا في كونسبت في السبلاي تشين بيقول لك ليس ستوك نو ستوك اوتس، فاحنا دايما لازم التريجر علشان اساعد ان انا ما يبقاش عندي اوفر كاباسيتي من الستوك بتاعي. مش صح ان انا افضل اشتري من برودكتس وهي ما بيحصلش عليها ترانزاكشنز، فانا دلوقتي بعمل مخزون وهمي انا ما بقدرش استخدمه. ده بيأثر في الكاش فلو، بيأثر في ديبارتمنت ثانيه، بيأثر في الكاش فلوز في الفاينانس. انا لما اعمل عندي لود في الانفنتوري دي مش حاجه صح. انا عايز السيستم يبدا يتريجر رولز معينه اول ما بيحصل الاكشن، بمعنى ان انا عايز اقول في مينيمم كوانتيتيز اللي لازم احافظ عليها الستوك ليفل بتاعي. فاول ما يحصل عندي ان المخزن عندي الا عن الكوانتيتيز دي، السيستم لازم ياكت اوتوماتيكلي. فهو ده اللي بنقدر نحققه من الاوتوميشن الخاص بقوله، الاوتوماتيك اكشن بيز على الري اوردرنج كودز. طبعا هنا في اودو بنقدر نحدد اكتر من ري اوردرنج رولز على البرودكتس، سواء انا هديماند من السبلاير بتاعي هو ده السورس الوحيد اللي بيقدر يوجد لي المنتج ده، او اللي انا هقدر اعمل تندرز بين اكتر من فيندور علشان اشوف ايه البيست برايس والبيست بلان اللي انا اقدر انيجيشيت فيها. الري اوردرنج رولز برضو بنحدد مينيمم وماكسيمم ليفل في الستوك، سواء انا هعمل اوتوماتيك ريبلانشمنت من الفيندورز او اللي انا كمان اللي انا هعمل بي سبلاي من المين ورك هاوس. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن الانفنتوري مانجمنت. من الحاجات الاساسيه الادفانسد فيتشرز اللي موجوده في اودو اللي نقدر نستخدمها اللي هو الاوتوميشنز والادفانسد راوتس. ليه استخدم الاوتوميشنز وليه استخدم الادفانسد راوتس؟ لان احنا بيبقى عندنا كونديشنز لما استقبل البرودكتس محتاج ان انا اعمل عليه quality inspections. الquality inspections دي لو حصل فيها failure لازم ترجع للفيندور تاني. فاقدر احدد اكتر من methods، اكتر من route المنتج بيمشي فيه داخليا جوه الwarehouse بتاعي.
فنقدر نعمل الدروب شيبينج الكروس دوكينج ما بين الكاستمر للفندر على طول او الترانزاكشنز ما بين المالتي ورك هاوس. طبعا انا بعد ما قلت اي ار بي وقلت انفنتوري الريزلت لازم تطلع من الانفنتوري اللي انا اقدر اتريس البرودكتس والحركه الداخليه بتاعتها بحيث ان انا اقدر اشوف البرودكتس ده كم مره اشتريته ايه هي كل الترانزاكشن اللي حصلت عليه كل الانكومينج برودكتس والاوتجوينج برودكتس عشان اقدر اسيت البلان على كل برودكتس. فهنا بقدر اشوف الداشبوردز الخاصه باودو ان هي اكتر من اللي هي فريندلي لليوزرز وبقدر استخدم الفلترز وهي دي اكتر حاجه اقول ان هي بتميزني ان انا لازم يكون عندي اوبشنز ان انا ابيلد ريبورت الخاص بالسيستم اللي انا اقدر باستخدام التول اللي موجوده اكزيستنج في السوفت وير بتاعي اقدر اوصل للريزلت. مش محتاج ان انا اتكلم السبلاير بتاع السيستم بتاعي عشان اقول له انا محتاج ريبورت جديد يعمل لي حركه المخزن بيزد على برودكتس معين. ما ينفعش، لازم السوفت وير نفسه يقدر يطلع لك الريزلت دي. فانا هنا بتكلم ان انا بقدر ايز تراك الانفنتوري والستوك موفز كلها من اول ما بيحصل البرشيز لحد ما بيحصل الدليفري للكاستمر ولو كان في حركه في النص خاصه بالمانيفاكتشرنج. زي ما كنت بتكلم دلوقتي ان احنا لازم يكون عندي كومبليت ريبورتنج في السيستم بتاعي. التوجه بالكامل اللي انا لما يكون عندي فيجواليزيشنز للداتا بتاعتي ويكون متقسمه في جرافس فبتقدر في الاسهل ان انا اقراها على عكس ما يكون في عندي تعجيب بي دي اف في كل ديتيلز ارقام تو ميني نمبرز فببقى محتاج تركيز اكتر. اما انا هنا ممكن اقدر اشوف ذا هايست برودكتس في الاوبريشنز بتاعتي بيزد على الفلترز اللي انا اقدر ابنيها. اقدر اعمل داشبورد اجمع فيها كل التقارير بتاعتي بحيث ان هي دي الديلي اكتيفيتيز بتاعتي ان انا بشوف المخزن وايه هي الاكشنز اللي انا محتاج اشتغل عليها. فاحنا بنتكلم على الكلير اند كومبليت ريبورتنج ان انا لازم يكون عندي اون تايم ريبورتنج. مش محتاج ان انا الديبارتمنت الثاني الخاص بالسيلز يقول لي خد السيل بتاعت الديلي سيلز بتاعتي او سيلز عشان ابدا احط الستوك بتاعي علشان اشوف في الاخر كام ستوك. لا، لازم الديبارتمنت كلها تكون انتجريتد مع بعض عشان تحقق لي الاون ريل تايم ريبورت فيجواليزيشنز اللي انا اشوف جرافس في الوقت الحالي. مش محتاج ان انا اتكلم اي حد ولا اتكلم اذر ديبارتمنت علشان اشوف ايه الاكشنز اللي هو بيعملها عشان يحققوا على السيستم. لما بنتكلم عن اودو في الانفنتوري او لازم نتكلم عن الاي ار بي عامه لما يكون الانفنتوري يكون شغال انتجريتد مع الديبارتمنت الثانيه فده طبعا بيديني في الاكسبيليتي اعلى في ان انا مش محتاج ان انا ابعت اي ريبورتس للديبارتمنت الثانيه. فلما السيلز يبداوا يحطوا البلان بتاعتهم ويبداوا يحطوا كل الديتيلز بتاعتها لازم تسمع على طول في الفوركاستنج بتاعي. اقدر انتجريت مع البرشيزنج ابلكيشنز ان انا مش محتاج ابعت مانوال دوكيومنت بيني وبين الديبارتمنت الثاني عشان اقول له بيزد على الستوك ليفل بتاعي هي دي كل البرشيز بلان اللي انت محتاج تعملها. فلازم هنا السيستم انتجريتد. فاينلي ودايما ده اللي دايما بيبقى فيه جابس كتير جدا بين شركات كتير ضبطنا فيها السوفت وير ان بيبقى فيه جاب ما بين السبلاي تشين وما بين الفاينانس اللي هو دايما وفي دايما بينهم مشكله ان هو بيعمل ترانزاكشنز وبعد كده بيبدا يعمل الادجستمنت بتاعته والجرد المخزني بتاعه بيبدا يعمله في نهايه السنه. فلما بتكلم على الاند تو اند سايكل اللي انا اي ترانزاكشن بعملها في الانفنتوري لازم تسمع عندي في الفاينانس لازم تسمع عندي في الكاش فلو علشان لما اجي اعمل البرشيزنج بلان بتاعتي تقدر تسمع في البادجت عندي في الاكونتنج. فده اللي بنتكلم فيه ودي اللي الباشمهندس محمد اتكلم عليها في البدايه اللي هو فولي انتجريتد سيستم وفولي فيتشرد سيستم احنا بنتكلم عنه عن اودو. لما تكون شغال على الاي ار بي بتاعك لازم يبقى كل ده علشان البينز اللي موجوده في السبلاي تشين تقدر ان احنا نحلها بسهوله. تمام، دي اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول الوير هاوس مانجمنت. نيكست سلايد. في عندي 1 بلان، في عندي 1 جيت واي اللي انا بقدر اسيب فيه كل الاوردرز ليست. انا عندي
طبعا دي فيها ديب ديتيلز، كل بزنس ممكن ياكت عكس التاني في السيلينج بلان بتاعته او السيلينج بروسيس بتاعته. فانا دلوقتي عندي ممكن يكون عندي اكتر من سيلز بيرسون، ده بيبقى في عندي اون جراوند سيلز وفي عندي اندور سيلز وفي عندي تيلي سيلز، كل ده بيقدر يعمل السيلز بتاعه. لما بستقبل كل الاوردرز ده اكيد هيبدا يتحكم في الليفلز بتاعت الستوك. وانس ان انا هاخد الابروفل تبع السيلز وتبع الاوردرز بتاعتي لازم ده يافكت اون تايم في الستوك ليفل بتاعي. فانا عندي الاوردر مانجمنت، لازم السوفت وير بتاعي يكون سيركل تبع الورك فلو مقفوله ان هو بيقدر سيلز ريبلانش او يقدر يوردر الكوانتيتي الافيلبل عندي في الستوك، بحيث ان انا ما يبداش يحصل مني بروميسز تو كاستمر تو ديليفر ذا برودكتس ان سيرتن تايم. لا، ده انا لازم اكون عندي كوميتمنت للليد تايم علشان اسلم الكاستمر بتاعي في افضل وقت. Next slide. الاوردر مانجمنت كمان بيبقى عندي البرايس ليست والبرودكت افيلابيلتي، اللي انا بقدر يبقى عندي اكتر من فيندور، والفيندور ده لازم يكون متحدد لي البلانز تبع الدليفري بلان والبيمنت بلان، فبقدر اعمل البرايس ليست تبع الفيندور علشان لما يحصل البرشيزنج ولما يحصل الاوردر تبع الفيندور اقدر اشوف البيست برايس تبع الفيندور ده. كل ما كان السيستم بيجمع الداتا اوتوماتيكلي كل ما كان السيستم ده بيحقق اعلى ليفل اوف افشنسي. بنقدر نعمل التندرز في السايكل تبع البريكيرمنت، بعمل تندرز والتندرز دي بتروح لاكثر من فيندور علشان اشوف مين البيست اوفر بالنسبه لي. في السبلاي تشين لما يحصل البريكيرمنت طبعا بيبقى فيه level of approval و level of internal process لازم تحصل، فلازم كل ده يتنقل زي ما احنا بنطبقه في المؤسسة، لازم يتطبق على software. بمعنى ان انا لازم اقول ان انا بقيت list paper، بمعنى ان انا transactions لازم تروح للassigned user علشان يبدأ يعمل عليها approval، على عكس software التانية ممكن اخد منه document وبروح للprocurement manager او purchasing manager علشان يمضي عليه. ده طبعا احنا بنرفضه تماما علشان لازم يتحقق على السوفت وير بتاعي. فلما بنتكلم عن حاجه ممكن نعمل عليها بس نوت ان احنا عندنا يوزر انترفيس عالي جدا بحيث ان احنا نميت الاند يوزر في الاكسبيلتي او اللي هو يبقى سهل مع اليوزر بتاعي. طبعا دي البوينت اللي اتكلمنا فيها الستاتكس فور ديبوكس، اللي انا بقدر اعمل ستاتكس في اي حاجه في السيستم، سواء اللي انا بعمل انالايز على الانفنتوري على البرودكتس او اقدر اعمل انالايز على مستوى الفيندور، فدي بيزد على الانديكيتورز اللي انا بديها للسيستم. انا محتاج ريبورتس اديزاين ريبورت بطريقه معينه واشوفه بشكل جرافس، فده محتاج ان هو يبقى عندي فليكسبيليتي ان انا از اند يوزر اعمل حاجه زي كده. فلازم السيستم يديها لي. فانا بتكلم عن الاوردر مانجمنت اللي انا بقدر ابيلد الريبورتس بتاعتي. لما نتكلم عن اكتر حته من البينز اللي ممكن تقابلني از سبلاي تشين سيستم، الفليت مانجمنت، واللي انا اقدر امانج التشيبنجز والفليت تبعي، سواء هو انترنالي انا اللي هعمله انترنالي او اللي انا هطبقه مع اي اذر بارتيز ثيرد بارتيز. لازم كل الافيلبل vehicles تكون موجودة عندي. فأنا محتاج اللي أنا دلوقتي أعمل delivery للكاستمر أو اللي أنا أعمل picking جاي لي شحنة، فمحتاج اللي أنا أنقلها من المينا، فلازم يكون عندي الفليت. الفليت ده يكون كل ال vehicles available موجودة عندي، أقدر أشوف ال available فيها واللي أنا أقدر أحط عليها order من هنا، سواء هي تعمل توصيل أو تعمل استلام، واشوفه في شكل داشبورد علشان اقول ابيك الرايت فيكلز وابدا احركها على المكان اللي انا محتاجه. طبعا هنا بيبقى عندي ال بيز على الترانزاكشنز اللي موجوده عندي، بيبقى موجود عندي السايكل او الافريج سايكل تايم، هي بتاخد مني وقت قد ايه. لما بنقل الحاجه للعميل بتاخد مني وقت، فهنا بيبقى عندي الميجرمنت بتاع الليد تايم تبع الكاستمر، نفس الليد تايم بيبقى فيه للفندور،
هيسلمني في وقت قد ايه في نفس الليد تايم بالنسبه للبرودكشنز، وانا هاخد وقت قد ايه في المانيفاكتشنج اوردر ده، هاخد عندي وقت قد ايه. فلازم اتاكد من كل الليد تايم بحيث ان السيستم يكون اوتوماتيكلي يسند اوتوماتيك سجشن للدليفري تايم علشان اميد الكاستمر ساتسفاكشن بتاعي. طبعا لما بيحصل ديلاي في حركه الشيبنج تبع الكاستمر ده ما بيكونش العائد بتاعه على البيزنس بتاعي كويس، دايما بيخسرني كتير. احنا دلوقتي في وقت بيحصل فيه تاخيرات كتير نتيجه المشاكل ونتيجه حركه اللوجيستكس اللي بتتاخر كتير من الناحيه السياسيه، وطبعا من ناحيه الجلوبال ترانسفير او جلوبال ترافيك اللي موجود عندي. فلازم احط السيف تايم بالنسبه لي اللي انا ابفر وقت زياده، بحيث ان انا لما ابرومس الكاستمر اللي انا هسلمه في وقت معين لازم يكون عندي كوميتمنت اللي انا اسلمه في الوقت ده علشان اميت الكاستمر ساتسفاكشنز بالنسبه لي واحقق دبل بروفيت ليفل بالنسبه لي. من التولز الاساسيه بالنسبه لي في السبلاي تشين اللي احنا لازم نعتمد عليها از سبلاي تشينرز، لو هيكون عندي تول بتعمل فوركاستنج وبلاننج. الفوركاست بس مش كافي بالنسبه لي عشان اقدر ابني عليه البلاننج، فبيبقى عندي الكرنت داتا بيبقى عندي الفوركاست. الكرنت داتا دي اللي هي اللي بيحصل في السيستم دلوقتي، والفوركاست بيزد على فورمولا معينه. السيستم بيبدا يقول لي الفوركاست بتاع البرودكتس ده كمان سيرتن تايم هيبقى قد ايه. لازم سوفت وير يحقق لي حاجه زي كده علشان ما اقعش ان انا اكون محتاج البرودكتس بتاعي واشوف اعمل ريبلانشمنت للفندور بيقول لي لا ده انا نوت افيلبل ستوك. فلازم ابني كل الديسيشنز بيزد على الفوركاست وبيزد على الكرنت ستوك دلوقتي. فهنا زي ما احنا شايفين بيبقى في عندي جراف للفوركاست على البرودكتس الواحد، اقدر اعمل الريبورت ده على مستوى البرودكت على مستوى الوير هاوس. هيساعدني كتير ان انا اتفادى مشاكل كتير تبع البينز تبع السبلاي تشينز، وان انا اوفر المنتج بتاعي علشان اقفل السايكل، سواء انا محتاج المنتج ده از جو داتا محتاجه في التصنيع، او الكودك ده محتاج ان انا اعمل له تشيبنج للكاستمر بتاعي. بقينا بنواجه المشاكل دي كتير الايام دي بسبب الحركات والحرب العالميه اللي موجوده والكورونا ما بعد الكورونا. حصل بيزنسز كتير اللي هي حصل لها مشاكل ما بعد كورونا بسبب عدم توفر من الماتيريال اللي موجوده في السوق. لو اعتمدنا بس على الفوركاست ده مش هيبقى حل مثالي، لازم اعتمد على اكتر من زاويه علشان اقدر اعمل الريبلانش بتاعي. لازم يكون عندي اكتر من سورس للبرودكت بتاعي علشان لما ابني البلان بتاعتي اقدر اوفر من اكتر من شانل البرودكتس، بحيث ان انا اقابل الكوميتمنت بتاعي واسلم العملاء بتاعتي. ده مثلا اقدر اشوف جدول زمني لكل حركات الريسيتس تبع المنتجات عندي، واقدر اشوف فوركاستنج بيزد على الامبلوي سكيدول. فهنا لما بتكلم على سبلاي تشين ممكن اكتر ان انا اقدر اشوف الكباستي بتاعت الموظفين والاكتنج بتاعي على تبع كل ترانزاكشن بديها له. لازم اشوف الشيفتنج اساين والافيلابيلتي بتاعت المنتج ده، الافيلابيلتي بتاعت الموظف، هل هو متاح ان هو اكسكيوت السايكل بتاعتي بتاعت السبلاي تشين، هيكلم الفندور في الوقت المناسب، طب هو معاه الفولو اب مع الفندور علشان يشوف الكوتيشن بتاعه، معاه فولو اب بالنسبه للناس بتاعت البرودكشنز البلاننج، هل الاوردرز تم التصنيع ولا لا، في عطل في المكنه، كل دي بيبقى اكتيفيتيز. لازم حاجه زي كده نقدر نشوفها كل يوزر على السيستم موجود عندي، الاساين جولز بتاعته هل هو اكسكيوتد ولا لا، بحيث ان انا ابني البلان بتاعتي على الكرنت سيتويشنز بالنسبه للانترنال ليبر اللي موجود عندي. فانا كموظف بيبقى عندي ورك لود محتاج ان انا اشوف الموظف لما ابدا اساين تاسك جديد عليه. اهم حاجه ان انا اتاكد ان التاسك اتحققت اكتر من ان انا ابقى مدي الموظف تاسكات فوق احتياجه، فاقدر اشوف داشبورد بكل الاساين تاسكس والاكتيفيتي بالنسبه للامبلوي على قطاع السبلاي تشين او على الادارات كلها عامه. ايه البنفيتس من السبلاي تشين سوفت وير، سواء احنا بنتكلم عن اودو او سواء احنا بنتكلم على اي اذر سوفت وير؟ لازم بيعمل انهانسمنت للتيم ورك. فانا لما بشتغل على بلاتفورم واحده
بقدر اشوف كل الاساين رولز وهي شغاله وبتاكت مع البروسيس سواء انترنالي ولا اكسترنال مع الفيندوز. بقدر اشوف كل السوليوشنز او انت عملت اكتنج مع البروسيس دي صح، الستيب دي وقفت عندك ولا هي خلاص هي اوريدي موفد من الاساين تاسك وقدرت انت تحقق الكوميونيكيشنز. طبعا الكوميونيكيشنز لما تكون كلها على بلاتفورم واحده، سواء ان انا ما اروحش لاي ابلكيشن تاني زي دلوقتي بقينا كلنا بنعتمد على الواتساب جروبس اللي احنا نعمل فولو اب على الاكتيفيتيز بتاعتنا مع التاسكس، فانا لازم يكون عندي كوميونيكيشن شانل موجوده في البلاتفورم بتاعتي، هي دي اللي انا بعتمد عليها. فهنا بنقدر نحقق ان احنا بيبقى عندي بلاتفورم بيحصل عليها كل الكوميونيكيشنز، باخد التاسكس بتاعتي بقدر افولو اب مع المانجر او مع على ازق الصيني ان انا اشوف ان التاسك دي اتحققت ولا لا. لما كل واحد بيعمل الرول بتاعته فانا بقدر انكريس الافشنسي ريت، لان بيبقى في عندي كل واحد بيبقى في عنده اساين تاسكس لازم يكسكيوت التاسكس دي. بقدر طبعا اشوف ريل تايم داتا. ريل تايم دي من المشاكل كتير، ان لما بيطلب مني ريبورت انا باخد وقت ان انا ابدا اعمل الريبورت ده، فلازم يكون عندي ريل تايم داتا موجوده في داشبوردز. اقدر اشوف الماتيريال افيلابيليتي موجوده عندي في الكرنت ستوك، علشان لما اجي اعمل اوردرز لازم اقابل الكوميتمنت. طيب لما يكون عندي في شورتج في الرو ماتيريالز او في البرودكتس بتاعتي، فلازم احقق الاوتوماتيك ريبلينشمنت علشان ما يحصلش ستوب للمانيفاكتشنج بروسيس، ونقدر نعمل كل البلانز بتاعتنا سواء هي بلان A او بلان B. طبعا من المشاكل كتير اللي بنقابلها في البيزنس ان هي ما بتكونش عارفه الفلو شارت بتاعها او الفلو بروسيس بتاعتها، فبنقول البيتر فلو اوف ماتيريال اند برودكتس. السيستم لازم يكون فيه عنده ستاند فلو بيمشي عليه، بحيث ان انا من اول ما اعمل الريبلانشمنت او ان انا بجيب البرودكتس من الفندو لحد ما ديليفر عند الكاستمر، احقق الاند سايكل بتاعتي بشكل اوتوماتيكلي. ان انا بعد ما بخلص البروسيس بتاعت الكوتيشنز على سبيل المثال ويبقى عندي فيه سيلز كونفيرمد سيلز، بقدر احققه ان انا اعمل ريبلانشمنت البرودكتس اف نوت اكزيست، او ان انا اعمل مانيفاكتشرنج بالبرودكتس على حسب البيل اوف ماتيريال اللي موجود عندي، عشان اقلل الديليز اللي ممكن تحصل، علشان اقابل الكوميتمنت مع الفيندور واقدر اعمل البيست ديماند سايكل. طبعا انشور امبروفد داتا فيزيبيليتي، دي اتكلمت عليها اكثر من مره في البرزنتيشن بتاعي، لان لما يكون في عندي الداتا معروضه بشكل جرافس معروضه بشكل كويس، بقدر ان انا ابني الريبورتات بتاعتي سواء على المستوى المانجيريالز ان انا محتاج اسيت البلانز بتاعت الير بلان او وات ايفر البلانز اللي انا احطها، او سواء ان انا محتاج ان انا انترني ان انا على الموظف نفسه اللي هو يشوف الاون تايم داتا. اتكلمت فيها امبروف كاش فلو، دايما الجاب موجود في السبلاي تشين ما بيني وما بين الفاينانس عشان يحقق الكاش فلو. نيجي نعمل مثلا بيرشيزنج، تيجي فاينانس تقول لي لا اوت اوف بادجت، ما فيش بادجت ان انا بقدر اعمل البيرشيزنج ده، فده بيعمل لي شورتج في البلان بتاعي. فلما اقول ان امبروف كاش فلو فانا محتاج ان انا اقابل الكاستمر ساتسفاكشنز، وان انا التزم بميعاد التوصيل تبع البرودكتس بتاعتي، واعتمد على اللوجيستكس سواء انترنالي لو انا هعمل كورير دليفريز، او ان انا حتى كمان اجيب سيرد بارتيز. محتاج كل ده يكون معايا الاكاونتنج موديول انتجريتد علشان يقدر يشوف البيبل كلها والريسيفبل، يقدر يكون كل ده مع الكرنت بادجت اللي هو حاططها سواء للسنه دي واكتر من بادجت ممكن يحطها على مستوى السنه. كل ما كان الانديكيتورز دي متاحه بالنسبه للفاينانس بيقدر يديك كويك ريسبونس اللي هو بيقول لك بروسيد في البلان بتاعتك او لا، اللي هو البرشيز بتاعك البرشيز كويست بتاعك اللي انت عملته هنقدر نجيبه عشان معانا بادجت ولا لا مش معانا بادجت. دي دايما بتكون في خلافات انترنالي على حسب البادجت اللي موجود. طبعا بنتكلم على البروكيرمنت وبنتكلم تحديدا في سبلاي تشينز اللي انا ديفاين فينتور ريليشن شيب. لانا لازم يكون عندي اكتر من فيندو، لان انا ما اقدرش اعتمد على فيندو واحد، لان لو حصل للفيندو ده حاجه فانا كده البيزنس بتاعي ات هاي ريسك. فلازم يكون عندي في اس ال اي تبع الفيندو اقدر احددها، وبيبقى في عندي ماستر انفورميشنز للفيندو ده.
احدد الديليفري تيرمز بتاعته، احدد البيمنت تيرمز بتاعته، لو في اساين دوكيومنتس محتاج ان انا احطها للفيندر ده علشان نستخدمها في الكاستمز او في اي حاجه، فلازم يكون عندي الداتا دي كلها علشان بحيث ان انا لما اطلب البرودكتس بتاعي من الفيندر انا عارف ان المنتج ده بيجي لي في اسرع وقت من الفيندر، بس هو في البرايس هاي برايس. فدايما السيستم بيساعدني في الفيندر ريليشن شيب ان انا اختار بيست فيندر في السايكل بتاعي بحيث ان هو يعمل لي كويك ريسبونس او مثلا ان بيست برايس سواء على الاكشنز اللي انا محتاج اخده على البيزنس بتاعي. Making materials distribution easy. لما بيكون عندي الاوردرز ليست كلها ولما يكون عندي كل الدليفريز الخاص بالكاستمر بيبقى في عندي شويه ممكن يحصل بين في الحته دي اللي انا ما عنديش انف ترافيك اللي انا اقدر اوزع المنتج بتاعي بسبب ان حركه الفليت سواء انا بعتمد على الانترنال فليت او اللي انا بعتمد على other third party couriers ان هم يعملوا دليفريز للبرودكتس بتاعي. فدايما السيستم هنا بيساعدني ان انا اساين او اوتوماتيك اساين مع كل فليت او مع كل كورير على حسب الكاونت كاباسيتي بتاعته. ببدا ادي السيستم كله انديكيتورز عشان يبدا يعمل لي اوتوميت. بقدر اعمل اوتوماتيك انتجريشن مع الكورير وبقدر اعمل مع الشيبنج كومبانيز زي دي اتش ال زي يو بي اس زي ارمكس بحيث ان اوتوماتيك اقدر تراك مع السيستم بتاعي هو البرودكت ده وصل لحد فين. يقدر السيستم اوتوماتيكلي كومبيوت الشيبنج تشارجز علشان ادليفر للكاستمر ده بحيث ان انا اكون كوميتمنت معاه في التشارجز واكون كوميتمنت معاه في الدليفري ديت كمان. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي جيز يور كومباني بروفيت ليفل. انا دلوقتي طبقت سوفت وير او انا اي حد فينا شغال في اي بزنس هو دايما البيزنس محتاج منه ان هو يعمل البيست بيرفورمانس علشان الكاش فلو عشان يعمل انكم. ده حقيقي كلنا محتاجينه ان احنا نعمل هاي انكم سواء على مستوى الشخصي او على مستوى البيزنس. فلازم الاي ار بي يحقق لي الهاي ليفل اوف بروفيت سواء من اللي انا بقدر اعمل البلاننج سواء اللي انا بقدر اعمل البروكيورمنت الاوردرز بتاعتي عشان احقق البروفيت اللازم للشركه. طبعاً في حتة دايماً بنقابل منها resistance شوية اللي هي minimize cost. لما يكون عندي حركة الـ ERP دايماً بتوفر في الـ laborers اللي هي إحنا بنعمل automate cycle فدايماً بتوفر من أعباء التوظيف تبع الشركة الداخلية. دي نقطة. نقطة تانية بتوفر كمان من أعباء الـ products اللي أنا مش محتاج اللي أعمل هاي ستوك عندي وانا البرودكتس ده الموفمنت بتاعته بسيطه مش محتاج ان انا اعمل في البرودكشنز اوفرلود على ورك سنتر بعينه بحيث ان انا المكنه دي هتعطل مني. فبقدر دايما اخد مينيمايز كوست في الريال انفايرمنت بحيث ان انا باوتوميت البروسيس بتاعتي بيست على الاكشنز اللي انا بحطها. طبعا هنا بنتكلم عن اللوجيستكس واللي احنا بنبريفنت شيبمنت ديلي اند لوجيستكس فلوز. لما بنقدر نشوف الكاونت كاباسيتي بتاع كل شيبنج كامباني او شيبنج كورير فبقدر اعمل البلان وبقدر اقسم البرودكتس بتاعتي على كل فليت موجود. بقدر اشوف الكوميتمنت واعمل تراك للشيبمنت هل هي حصلت ولا لا. فده بيديني زي نقدر كوميتمنت عالي للكاستمر بتاعتي علشان اقابل الساتسفاكشنز. طيب دي اتكلمنا عن السبلاي تشين في الاي ار بي. لما بنيجي نعمل امبلمنتيشنز للسوفت وير في اي بزنس بنعدي على ورك فلو معين او فلو شارت معين. احنا بنعمل اناليسز وبيبقى في عندي فيس سايكل دي بنعمل ليها ديزاين لازم نكون شايفين البيزنس نيدز بيكون واضحه وتكون دوكيومنتد في عندي في دوكيومنتس. لازم نعرف النيدز سواء هي انترنالي على ايه اللي انا محتاج اللي انا اطبقه في البيزنس بتاعي. فاول حاجه بنعمل الديزاين وبنعمل التستنج علشان بعد الاناليسز نقدر نعمل كونفيجريشنز للداتا بتاعتي. طبعا بيبقى في عندي اولد داتا بنقدر نعمل مايجريشنز للداتا اللي احنا بننقل الداتا القديمه من السيستم اللي انا كنت بستخدمه اكسل شيت للسوفت وير بتاعي
وابدا اعمل التريننج بتاع الاند يوزرز على السيستم عشان اقول له اللي انت دلوقتي جو لايف وتقدر تعتمد على السيستم. طبعا البروسيس دي من كل شركه لشركه بتبدا تاخد تايم، سواء هي على حجم البيزنس سايز او على حجم الامبلوي سايز. ففي بروجكتس بتاخد ابريج من 2 6 مانثس، وفي بروجكتس ممكن تاخد 1 يير اولموست بسبب البروسيس اللي موجوده عندها. دايما التشالنج اللي بيقابلنا في تطبيق السوفت وير في اي شركه ان احنا يكون عندي هاي باك جراوند في الكمبيوتر سكيلز، دي بتساعد اكتر في ان احنا بنطبق السوفت وير. السوفت وير ما هو مجرد الا تول، فعشان الامبلمنتيشنز بروسيس بتاعتي تنجح لازم يكون عندي بروسيس اونر، من كل واحد يكون متعين للبروسيس بتاعته بحيث ان هو عارف ايه الريكويرمنت بتاعته. طبعا الحاجه زي البروسيس فلو والبروسيس ديزاين لا نشيد على سيمبيوس ان هي اشطر حد يعمل حاجه زي كده، واحنا اوريدي اشتغلنا في بروجيكتس، دخلنا في كولابوريشنز وطبقنا السوفت وير بناء على البروسيس اللي سيمبيوس حطتها بالظبط. طبعا شكرا جدا ليكم، ولو في اي اسئله احنا ممكن ناخد الاسئله بتاعتنا. شكرا جدا يا باشمهندس، والله يعني برزنتيشن هايله فعلا. باشمهندس محمد، باشمهندس احمد، متشكرين جدا. طبعا حضراتكم يعني went through كل الفانكشنز بتاعت السبلاي تشين، واي بليف الاودو من السيستمز الكويسه واللي ليها فيوتشر، انا بتنبأ يعني ان شاء الله، وخصوصا بعد السبورت واللي احنا شفناه النهارده. هو بس انا هقول حاجات، اربع حاجات جنرال بس كده جنرالي. طبعا يعني من الحاجات اللي الواحد دايما بيقابلها في السيستم، في امبلمنتيشن السيستم، حته الماستر داتا. اهم حاجه الماستر داتا عشان نمبلمنت سيستم كويس، لازم نهتم جدا بالفيز دي، عشان الفيز دي من اهم الفيزز اللي هيتبني عليها حاجات كتير بعد كده، وهيتبني عليها نجاح السيستم. تاني حاجه طبعا يعني انا طبعا مش هزود على اللي قاله الباشمهندس احمد، بس انا بقول بالخبرات العمليه اللي الواحد شافها بالحته دي، بتبقى كروشال قوي في البروسيس. تاني حاجه حته الكي يوزرز، زي ما قال الباشمهندس احمد كده، كل واحد بيبقى مسؤول على البروسيس، بس وي نيد الاونر او الاسيست او المدير او المانجر اللي بيختار الكي يوزرز بتاعته، لازم يختار كي يوزرز كيبابل، ويبقوا عندهم الانرجي والكونسيستنسي اللي هم يطبقوا السيستم، يبقوا فاهمين وعارفين قيمه السيستم او قيمه البروسيس اللي احنا هنطبقها. تاني حاجة برضو المانجمنت كوميتمنت، لازم يبقى فيه مانجمنت كوميتمنت على الامبلمنتيشن، ويبقى فيه كلوز مونيتورنج على الفيزز والبروجكت مانجمنت بتاعت الامبلمنتيشن بتاعت السيستم. دي من الحاجات المهمة جدا، خصوصا عشان لما احنا بنيجي نطبق اي سيستم بيبقى فيه سام سورت اوف يعني تشينج مانجمنت، بيبقى فيها نوع من الريزيستنس شوية في بعض الحالات، فلازم يبقى في السبورت ده من الناس ومن الكي يوزرز ومن المانجمنت عموما. يعني اخر حاجه برضو يعني الحته بتاعت المانيوالز، اللي انا كل فانكشن يعني الكي يوزر، لازم الكي يوزر يعمل لنفسه زي بوكلت كده او مانيوال كده، عشان دي اللي هيعتمد عليها النيو كامرز والموظفين الجداد اللي بيجوا، يبقى في بلو برنت واضحه، مانيوال واضح عشان يسستين النولج والنولج بتاعت السيستم ده. بس كده، دي يعني تيبس كده من الحاجات اللي الواحد قابلها وشافها يعني في الامبلمنتيشن في السيستم جنرال. يعني ممكن نبتدي ناخد الاسئله بقى، اتفضلوا. يعني عندي سؤال، ممكن ناخد الاسئله اللي موجوده في الكويشنز. اتفضل كده يا باشمهندس، كده في اول سؤال. ممكن جورج بيقول ان هو how is data engineer related to ERP system.
طبعا الحته بتاعت الداتا انجينيرنج او بالنسبه للاوردر انجينيرنج الحته دي ممكن تكون في بزنس اللي هي بتعمل اوردر تو انجينير او انجينير تو اوردر. احنا بنعمل الديزاين للبرودكتس بتاعي وممكن نعمل الديزاين بتاعي على الكاد مثلا ونبدا نترانسفير الداتا دي على اودو عشان بحيث المانيفاكتشرنج يبدا يعمل الديزاين او الناس تبع البرودكشن انجينيرز يبداوا يعملوا بيل اوف ماتيريالز. طبعا كل ما كانت الكورسز دي هي فيها حته ريليتد بالتخصص مثلا بتاع الديزاينز فانت محتاج تعمل الانجينير ديزاين الاول وبعد كده تقدر تحط الداتا بتاعتك على السوفت وير. اما اتكلم هنا از ا سوفت وير طبعا كل ما كان في انتجريشنز بين السوفت وير اللي احنا بنشتغل عليه از انجينير او از ا ديزاين وبيقدر يعمل اوتوماتيك ترانسفير للانفورميشن دي الاي ار بي كل ما انا حققت هاي ليفل اوف انتجريشن او هاي ليفل اوف افشنسي على السيستم بتاعي. فانا عشان اعمل حاجه زي كده لازم السوفت وير بتاعي يكون فيه الافيلبل تو انتجريت وذ اذر سوفت وير بلس كده كمان على التول اللي انا شغال عليها الديزاين لازم تكون هي كمان تقبل السوفت الانتجريشنز. فده دايما بيعتمد على التو انفايرمنت. فهنا السوفت وير يقدر يقدم لي ايه از اي ار بي يقدر ياخد كل التشنجز اللي بتحصل في الديزاين ينقلها اوتوماتيكلي للبيل اوف ماتيريال علشان لما يحصل عندي المانيفاكتشر اوردر يكون سمع عندي كل النيو ماتيريالز بتاعتي. في عندي what is the reference of information shown in ERP system position slide. طيب دي بيبقى في عندي yearly statistics بتحصل من بلاتفورم مخصص لل ERP اسمها كابتيريو. ممكن اشير الريفرنس مع السلايد بتاعتنا مع الميل اللي هبعت لكل الاتنديز. I have made a small ERP system in many my factory by using Google Drive platform. So is there ability to connect this ERP Google Sheets with Odoo, for example? Yes, it's available integrated with Google Drive. دايما في tools كتير ما بتحققش الintegrations بس احنا عندنا في البلاتفورم بنقدر نintegrate مع Google Sheets مع Google Drive. وكمان علشان نقدر كل الداتا دي نقدر اوتوماتيكلي نسحبها من الدرايف بتاعي. طيب ايه اللي يخليني اقدر استخدم جوجل شيتس وايه اللي يخليني اعتمد على جوجل درايف؟ دي طبعا ممكن نتكلم عليها ان ديتيلز لو انت عندك بزنس بلان مثلا او بزنس اناليسيس. ممكن نستبدل اصلا الجوجل شيت ده ونحط البروسيس بتاعه على السيستم بس هل هي افيلبل فور يو؟ يس اتس افيلبل. إمكانية الأودو هل في sales and operating planning كمان الـ financial budget كمان الـ capacity planning والـ production scheduling. أساسي في software وفي supply chain cycle اللي احنا اتكلمنا فيها ان احنا بيبقى في عندي الـ end to end cycle. فأنا ببدأ من أول الـ sales علشان سواء الـ sales ده اللي انا البرودكت ده محتاج اعمل له internal production other production with subcontracting ولا محتاج اللي انا على طول deliver to customer عشان احققه لازم يكون exist في الـ ERP وهو موجود عندنا في اودو. ممكن في عندي standards موجوده في السيستم فهي دي ممكن تختلف من بزنس للتاني. ده اللي احنا بنقدر نطبقه بعد ما بنعمل business analysis ونشوف ايه needs كلها هل هي exist هل هي not exist وبنطلع بالجاب analysis وبنطبقه للشركه. طبعا الفاينانشال بادجتنج دي اكبر تول ممكن يكون الفاينانشال مانجر او الفاينانس بيحتاجها ان هو يبيلد عليها كل الديسيجنز سواء هي انترنالي او اكسترنالي مع السبلايز بتاعتك. فلازم يكون السيستم فيه فاينانشال بادجنج ودي موجوده في اودو. كاباسيتي بلاننج والبرودكشن بلاننج في عندي الماستر برودكشن سكيدولر ده موجود عندي في السيستم بحيث ان انا بحدد الكاونت ستوك واقدر اعمل اوتوماتيك ريبلينشمنت مع الديفرنت فيندرز سواء هي انترنالي بقدر اعمل كي سبلاي انترنالي في عندي مين وير هاوس بيقدر يضمن من اكتر من مخزن او هي اكسترنال مع السبلايرز بتاعتي. هل في ديليفري مانجمنت واقدر احلل اداء المناديب في التوصيل والنقل بين المخازن والمصانع وحتى العملاء؟ من اساس الاي ار بي ان هو لازم يحلل لك اداء سواء السيلز سواء الانفنتوري سواء الاوبريشنز المينلي بتاعتك. فلازم السيستم يطلع لك الدايز اللي انت بتاخدها في الوقت ده علشان تقدر تقول ان انا محتاج عندي بين في نقطه معينه. فانت محتاج انت بالفعل ممكن يكون عندك عدد مناديب اقل عشان تغطي الكفرج للمنطقه دي. اودو هو شغال في حته الدليفريز بشكل قوي جدا واحنا از ام تي اس عاملين سوفت وير انتجريتد مع اودو اسمه سيلز اب
ده ممكن نشير الريفرنس ده مع حضرتك بيساعدك في الدليفري مانجمنت بالنسبه للحاجات الاف ام سي جي. How can we be audit consultant? طيب دي مش مين عندنا هنا في السبلاي تشين, بس في عندك ميني توبكس ممكن تقدر. اودو هو ليه كوميونتي كبيره جدا على مستوى العالم, وفي مصر في حوالي almost 88 بارتنر. MTS is a silver partner in Egypt. طبعا تشرفنا بالكونتكست ونقدر نعمل جايد ليك ازاي تبقى اودو كونسلتنت. دي كلها كانت الاسئله. ما اتمنى اكون لا تمام. طيب كده احنا almost خلصنا. برضو بشكر برضو الباشمهندس احمد وباشمهندس محمد, وبشكر طبعا الناس اللي حضرت. تشرفنا بيكم, ونرجو نكون اللي احنا قدمنا حاجه الناس تستفيد بيها, وان شاء الله دايما. طبعا انا برسل تحيات المهندسه شيرين ليكم جميعا. هي ما قدرتش طبعا تحضر النهارده, هي اجازه, بس هي طبعا يعني بعت لكم السلام وبتسلم عليكم واحد واحد. شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا, شرفتونا طبعا. شكرا. الشرف لينا. شكرا ليك. الله يخليك. شكرا.